الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم
القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان